السلام عليكم، كيف حالكم يا اهل الخير يا اهل النخوه؟ احنا اهل غزه، احنا اللي بنستقبل المساعدات اللي بتصلنا من الخارج. هذا هي المساعدات اللي وصلتنا، شايفين الدود؟ هذا هي يشهد الله، هذا هي اللي وصلنا الدود في قلبها. اصلا ما نبقى الله الدود في قلبها، ما احنا قادرين ناكلها الاولاد. شوفوا يا عبد الله الدود على وجهها. شوف، هذا هي المعلبات اللي بتصل لاهل غزه، هذا هي شايفين دود، يشهد الله فتحناه، دود فتحناه لاولادنا. هذا هي، لهيك بنطلب منكم مساعدتكم يا اهل الشرف. هذا هي اللي بصل لاهل غزه، شايفين شوفوا اللي بصل لاهل غزه، شوفوا المعلبات اللي بتصل لاهل غزه الخربانه. ابعثوا لنا شيء خربان، يشهد الله علينا. شوف يا خالتي، شوف اللي بصلنا، احنا مش قادرين ناكله يا عالم، مش قادرين ناكله.